تدخل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يومها الثاني في نيويورك، وقالت مصادر دبلوماسية إن اجتماعا بشأن أوكرانيا سيعقد اليوم في مجلس الأمن الدولي على هامش اجتماعات الجمعية. وتحدثت المصادر أن الجلسة قد تشهد مشاركة كل من الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية. ونتحول الآن إلى نيويورك وهذه النافذة مع فضيلة السويسي بشأن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. إليك فضيلة. شكرا لك سامي. إذن النشاط الدبلوماسي سامي مستمر هنا في أروقة الأمم المتحدة في هذا اليوم الثاني المليء أيضا بالأحداث الجارية واللقاءات الثنائية بين زعماء الدول. هذا العام طغت قضية المناخ وقضية الحرب في أوكرانيا على جدول أعمال هذه القمة في دورتها 78. كما ذكرت سامي، يفترض أن يحضر الرئيس زيلنسكي وأيضا وزير الخارجية الروسي في جلسة في مجلس الأمن مخصصة للوضع في أوكرانيا. أيضا اليوم سيشهد انعقاد قمة الطموح المناخي التي يفترض أن تزيد التوعية بمخاطر هذا الموضوع، التغير المناخي الذي يؤثر طبعا منذ عقود على البشرية، وآخرها طبعا ما حدث من فيضانات في درنا بليبيا. بالأمس شهدنا إذن كلمات مهمة للعديد من الرؤساء، نذكر أبرزهم الرئيس بايدن، الرئيس زيلنسكي، الرئيس الإيراني وأيضا الرئيس التركي، بالإضافة إلى العاهل الأردني، وكلمة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. اليوم سنشهد أيضا العديد من الكلمات، نذكر منها كلمة لإيطاليا، إسبانيا، لبنان وليبيا. عموما للمزيد عن ما سيجري اليوم من قمم ولقاءات ثنائية والمتوقع أيضا من جلسة مجلس الأمن الخاصة بأوكرانيا، معنا أنس الصبار الذي ينضم إلينا أيضا من حديقة الروز جاردن هنا في أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة. أنس، اليوم سنشهد جلسة لمجلس الأمن يحضرها على الأرجح الرئيس زيلنسكي بالإضافة إلى وزير الخارجية الروسي لافروف. ماذا يعني ذلك بالنسبة للأزمة الأوكرانية؟ وهذه أول مرة سيحضر الرئيس زيلنسكي رفقة لافروف في محفل دولي منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. يعني ربما بخلاف المفاوضات التي كنا نشهدها مع بداية اندلاع هذه الأزمة فضيلة، هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها مسؤول رفيع بحجم فولوديمير زيلنسكي مع آخرين روس في نفس القاعة إن صح التعبير. غالبا ما تنتهي هذه اللقاءات وهذه الاجتماعات في مجلس الأمن إلى محاولة إدانة لا يصوت عليها الأعضاء الدائمون فتسقط، لكنها فرصة يعتقد الأوكرانيون وكذلك الروس لبث مشاكلهم ورؤيتهم للصراع وكيف ستؤول الأمور في نهاية المطاف. فولوديمير زيلنسكي تحدث بالأمس وحاول أن يجعل من مشكلة بلاده مشكلة إقليمية بل عالمية، واتهم في درجة من الدرجات في خطابه بعض الدول الأوروبية بأنها تدعم روسيا بطريقة أو بأخرى من خلال استخدام ما وصفه بسلاح الطاقة. ربما يكرر هذا الأمر اليوم وهو يستغل كل مناسبة وكل اجتماع دولي ليتحدث عن الأمر. أيضا علمت سكاي نيوز عربية من مصادر في واشنطن بأن فولوديمير زيلنسكي قد يزور البيت الأبيض ووزارة الدفاع البنتاغون خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن تكون هذه الزيارة ذات طابع عسكري، ومن المتوقع أيضا أن تركز على جوانب تتعلق بالأساس بما طرح في الأمم المتحدة من اتفاق للحبوب وآخر يتعلق باستمرار الدعم المقدم لكييف. فضيلة، نعم، شكرا لك أنس الصبار هنا في نيويورك. ننتقل إلى ضيفنا في واشنطن نيك لوريس، خبير الطاقة والمناخ، للحديث طبعا عن الحدث الأبرز أيضا في أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، قمة الطموح المناخي. سيد نيك لوريس، ماذا يمكن أن ينتج عن قمة من هذا النوع؟
بالنسبة للنتائج المحتملة لهذا الاجتماع هو تعاون أكثر، وأعتقد أن هذا إلى جانب الطموحات الأخرى من أجل وقف الحرب في أوكرانيا. سيتم اللجوء إلى تنويع مصادر الطاقة، وكذلك كما تعرفين الأسعار زادت، وسيكون هناك حاجة إلى مناقشة كيف يمكن إشراك الجميع، حكومات وشعوبا، من أجل أن يكون هناك فرص للنقاش والحوار حول الطاقات المتجددة والنظيفة، وكذلك الابتعاد عن كل الطاقات التقليدية الملوثة، وبذل جهود متضافرة لاستخدام التكنولوجيا في مختلف الدول بما في ذلك الدول النامية، وأيضا إبقاء الأسواق مفتوحة حتى يكون هناك إمكانية لاستخدام كل المستهلكين للطاقات النظيفة، وكذلك أن يكون هناك نقاش بين الدول المتقدمة والنامية على مستوى فتح الأسواق وعدم غلقها، وأن يكون هناك مواجهة للتحديات. طيب سيد لوريس، ماذا عن الدول الرئيسية المسببة للانبعاثات؟ ما قدرتها على ربما زيادة مساهماتها للدول النامية التي يفترض بأنها لا تسبب نفس الكم من الانبعاثات قبل 2030؟ هذا هو التحدي الأكبر، وأعتقد أن دولا كالولايات المتحدة الأمريكية التي كانت ملوثا على مدار قرن كامل من الزمان، ودولا أخرى قامت بإصدار أكثر كمية من الانبعاثات. أرى أن القيادة هنا في الأمم المتحدة ستركز على جعل الدول النامية قادرة على مواجهة التحديات وكذلك إفادتها من التكنولوجيا. سيجري إقناع مختلف الدول المتطورة على مساعدة الدول النامية، وذلك حتى يتوصل الجميع بالطاقة النظيفة. أعتقد أنه كذلك سيكون هناك رهان على البنى التحتية حتى تتمكن هذه الدول النامية من تبني طاقة نظيفة وكذلك نشرها. لا ننسى أن هناك العديد من الدول النامية ليس لها القدرة على بناء البنى التحتية لاستخدام الطاقة النظيفة، ولذلك الدول المتقدمة يجب أن تساعد هذه الدول، وذلك بالملموس حتى يتمكن الجميع من إنجاح الانتقال الطاقي. طيب هذا العام أيضا سيد لوريس ستشهد دولة الإمارات العربية المتحدة انعقاد لكوب 28، برأيك إلى أي مدى ستسهل قمة الطموح المناخي أو تعبد الطريق أمام طرق تسريع التحويل للطاقة المتجددة في كوب 28؟ مؤتمر التغير المناخي كوب 28 مهم جدا، لأنه يأتي في منطقة منتجة للطاقات التقليدية، وكذلك هناك خطط عديدة لإنجاح الانتقال الطاقي، وأعتقد أن مثل هذه النقاشات قد تسهم في تعبيد الطريق لزيادة الوعي حول أهمية التكنولوجيا من أجل استخدام الطاقات النظيفة، وكذلك أن يكون هناك موازنة بين نشر تلك النماذج التي تعد طاقة نظيفة مثل الطاقة النووية إلى جانب الطاقات المتجددة الأخرى التي ما يزال انتشارها قليلا. ولذلك أعتقد أن مثل هذه النقاشات ستثير قضايا مهمة قد يتم تعزيزها في مؤتمر الأطراف كوب 28، وأرى أن الدول العضوة سيكون متعينا عليها أن تقوم بتعبئة المستثمرين كذلك، وأن يتم العمل مع صناع القرار من أجل إقناع كل القادرين على
على الاستثمار وعلى جعل الناس تقتنع بأن الطاقات المتجددة هي حلول وليس بالضرورة عائقا في الاستثمار. طيب سيد لوريس، كيف تقيم خطط التخلص من الوقود الأحفوري لغاية اللحظة عملا باتفاق غلاسكو وقبله باريس؟ الواقع هو أن نحو 80% من الطاقة حاليا تأتي من الوقود الأحفوري، ولذلك سيظل الوقود الأحفوري مهيمنا على مصادر الطاقة في واقعنا وفي عصرنا، لكن بطبيعة الحال يجب أن نشجع استخدام الطاقات المتجددة. هناك استثمارات ضخمة في الطاقات المتجددة والتي ستسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، وخصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى الطاقة الشمسية وكذلك الطاقة الكهربائية وتشغيل المركبات والسيارات بالطاقة الكهربائية. وأيضا يجب أن نتبنى وسائل أخرى قد تكون مفيدة. شكرا جزيلا لك نيك لوريس، الخبير في مجال الطاقة والمناخ من واشنطن، شكرا جزيلا لك.